اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا اسمي ليلى زكي، عندي 16 سنه. ان شاء الله في التشانل دي هشرح فيها جيولوجي من اول اولى ثانوي لحد ثالثه ثانوي. دلوقتي هشرح في سيشن النهارده اولى ثانوي جيولوجي في الترم الاول learning outcome. في البدايه كده ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وهاتوا معاكم حاجه تشربوها كده علشان ما تملوش يعني وتبقوا مصحصحين معايا. طيب في البداية كده، what is the meaning of earth science؟ يعني ايه earth science اصلا؟ earth science ده هو علم دراسة الارض. it is the scientific study of the earth and the universe around it. هو علم دراسة الارض والكون اللي حواليه، تمام؟ بصوا، هو في ستام المسائل بتبقى ام سي كيو، يعني فدي انتوا مش طالبين بيها قوي، المفروض ان انتوا تعرفوها عامه. فانا هقولها لكم من باب المعرفه. ال importance of earth science، طبعا لكل حاجه ليها اهميه، ربنا خلقها وليها اهميه. عندنا برضو ال earth science اكيد مهم. طيب ايه اهميه ال earth science؟ number one، prediction of potential disasters by understanding how natural forces shape our environment. التنبؤ بالكوارث اللي ممكن تحصل عن طريق فهم كيفية تشكيل القوة اللي بتأثر على بيئتنا، تمام؟ عندنا تاني حاجة understanding our place in universe، بفهم موقعنا في الكون. ثالث حاجة learning about the origins of universe، التعرف على أصول الكون. رابع حاجة studying the evolution of life on earth by studying the rock layers، دراسة التطور الحياة على سطح الأرض عن طريق دراسة طبقات الصخور. خامس حاجة helping us to use earth's resources such as، بتساعدنا على استخدام موارد الأرض زي مثلا الوقود اللي بيستخدم اللي بيعمل بالطاقة النفاثة، وعندنا برضو المعدن اللي بنستخدمه للأدوات الجراحية اللي هي the fuel that powers the agent و the metal used in surgical instruments. تمام، يعني ايه جيولوجي؟ What is the meaning of geology؟ geology it is the scientific study of the origin. هو علم دراسة الأصل، التاريخ history and the structure of earth and the process that shape the earth. وبرده ليه علاقة بدراسة العامل اللي بتشكل على سطح الأرض، تمام؟ عندنا بعض من الجيولوجيست some geologists، بعض من العلماء ابتدوا ان هما بيدرسوا القوة اللي بتأثر على سطح الأرض. ليه؟ to predict، علشان يتنبؤوا earthquakes and volcanic eruptions، عشان يتنبؤوا بالزلازل والثورات البركانية اللي ممكن تحصل، تمام؟ وفي بعض آخر من العلماء اللي هو some other geologists بيدرسوا study fossils، بيدرسوا الحفريات to learn more about earth's past. طيب حفريات يعني ايه؟ هي remains of dead living organisms عامة، اللي هي تتضمن الإنسان والحيوان والنبات، الكائنات الحية، هي بقايا من الكائنات الحية. ابتدوا ان هما بيدرسوها علشان يعرفوا اكتر عن الماضي بتاع الارض. طيب earth science ده في طبعا branches، فروع لل earth science، لعلم دراسة الارض، وهي كتيرة وانا اشرحها في سلايدز جاية. طبعا النت ما سابش حاجة، انتوا تقدروا اساسا اللي بيحب بقى وحابب يتعمق في الحوار ده ان هو يفتح ويشوف جوجل، ما سابش حاجة. وفي بالمناسبة references للجيولوجي في earth.com وفي essential، في حاجات كويسة. يعني عندنا دلوقتي ال branches بتاعت الجيولوجي. oceanography، oceanography ده scientific study of the ocean. بصوا ocean و ocean، هو علم دراسة المحيط. لما تشوفوا على طول ocean تعرفوا ان هو ده ليه علاقة ب oceanography، تعرفوا ان ده ocean على طول في الاختيارات. بيتضمن بقى ايه؟ الـ properties and movement of ocean water، بيتضمن الخصائص والحركة بتاعت أرض مية المحيط، وبيتضمن برضو the characteristics of the ocean floor،
وبرده الخصائص بتاعت أرض المحيط، وكذلك الكائنات الحية اللي بتبقى عايشة في الأوشن، the organisms that live in the ocean. يعني بالخلاصة كده بقى عامة ان هو أوشن، تمام. the branch أو برضو ليه معنى تاني اللي هو the branch of science that deal with the physical and biological properties and phenomena of the sea. ليه علاقة البرانش ده؟ ليه علاقة بدراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية، قصدي البيولوجي الحيوية والفيزيائية الخاصة بالبحر. مترولوجي عندنا برضو ده scientific study of the earth's atmosphere especially in relation to weather and the climate. بتقولي ايه يا ليلى؟ مترولوجي ده هو علم دراسة الغلاف الجوي بتاع الأرض، خاصة في اللي بقى ليه علاقة بيه ال weather and the climate اللي هو الطقس والمناخ. يبقى مترولوجي على طول طقس ومناخ، تمام؟ صحصحوا معايا علشان في أسئلة في آخر ال PowerPoint. Astronomy ده معناه ايه؟ اللي هو scientific study of the universe، علم دراسة الكون، بما بقى يتضمن الجالاكسيز، المجرات، والسيليستيال بوديز، والبلانتس، والكواكب، والأجسام الفضائية كذلك. يعني ماشي. عندنا الاكسبرمنتال ساينس دي هي scientific study of the way in which humans interact with their environment. هو ليه علاقة بدراسة الطرق اللي الإنسان بيتفاعل بيها مع بيئته، تمام. الانفيرومنتال جيولوجي، ركزوا علشان في اختلاف ما بين دي ودي، تمام. يبقى أول واحدة اللي هو الطرق اللي الإنسان بيتفاعل بيها مع بيئته اللي هي الاكسبرمنتال ساينس. تاني واحدة الانفيرومنتال جيولوجي، it is the science that understands and solves the problems that result from how our action affect on environment. هو علم اللي بيحل وبيدرس بيحل وبيفهم المشاكل اللي بتنتج عن الأفعال اللي بتأثر على البيئة. بنحل المشاكل، ده ليه علاقة بحل المشاكل، تمام. Many fields of study such as earth science اللي هو علم دراسة الأرض، وبيولوجي اللي هي الأحياء، and social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية contribute to environmental science، بتساهم في ال environmental science. تمام. عندنا حاجة تانية اسمها economic geology. Economic geology دي it is the branch of geology that deal with the study of minerals. ركز على minerals دي، ان شاء الله هنشرحها في الـ اللي جاي، هيبقى الـ خاص كده بالمينرالز. minerals معناها بالعربي يعني ايه؟ معادن. يبقى هو علم هو branch of geology، هو فرع من الجيولوجي اللي ليه علاقة بدراسة المعادن والصخور rocks and material of economic importance like coal و petroleum. وليه علاقة برضو بدراسة الـ coal و petroleum اللي هو الفحم والبترول، تمام. عندنا فرع تاني اسمه agriculture geology. ايه agriculture geology دي؟ agriculture اكيد انتوا عارفين معايا اللي هي ليها علاقة بالزراعة، زراعة، تمام. زراعة يبقى ده ليه علاقة بايه؟ السويل، اكيد التربة. يعني هي deals with the character and origin of soils، ليها علاقة بالخصائص والاصل بتاع السويل اللي هي التربة، وكمان الحدوث بتاع المخصبات الفيرتلايزرز اللي هي المخصبات يعني، and the behavior of underground water، تمام. يعني agriculture عرفوها على طول ان هي ليها علاقة بالسويل، تمام. ودي مش من الحاجة اللي بتيجي عليها اسئلة كتير. يعني اللي مثلا ممكن تركزوا عليه اللي هو هقول لكم من الاول، oceanography مهمة، وmetrology مهمة هي، والastronomy والاكسبيرمنتال ساينس والانفيرمنتال ساينس برضو مهمين. الايكونوميك جيولوجي مش قد كده بيجي يسأل عليها يعني، بس اعرفوها كمعلومة. والاجريكالتشر برضو. بترولوجي اللي هو it's the branch of geology that studies the characteristics and the origin of the rocks.
هو علم من هو فرع من فروع الجيولوجيا اللي ليها علاقة بدراسة الخصائص والأصل بتاع الصخور ذات نفسها. من حيث إيه؟ من حيث إيه يا ليلى؟ مش فاهمين. its composition التكوين بتاعها، origin الأصل بتاعها، structure برضو التكوين بتاعها، classification and formation of rocks، وبرضو التصنيف وال formation بتاع الروكس اللي هو التشكيل والتكوين بتاع الروكس ذات. ده كل ليه علاقة يعني بعامة تكوين الروك وازاي هي اتكونت والأصل بتاعها أساسا وتصنفت ازاي كده يعني. ده البترولوجي. بترولوجي مهم على فكرة. عندنا دلوقتي mining geology the extraction of valuable minerals. mining على فكرة ده مهم. mining يعني معناها التنجيم، ان انا مثلا بستخدم آلات او كده بنجم، يا بتبقى تحت الأرض يا بتبقى مثلا underground، يا اما بتبقى surface mining يا underground mining. دي برضه هناخدها في ال OZ اللي جاية او learning outcomes اللي بعدين. هي استخراج valuable minerals اللي هو معادن قيمة or other geological materials from the underground، أو أي geological materials أي مواد جيولوجية من تحت الأرض. تمام، ده بالنسبة للمايننج. مايننج تنجيم يبقى استخراج على طول. تمام، stratigraphy دي برضو مهمة. بصوا stratigraphy دي عاملة زي ايه؟ عارفين مكرونة بشاميل اللي احنا مثلا عندنا ماما عاملة في البيت مكرونة بشاميل، مش بتلاقوا مثلا في طبقة الأول بتبقى المكرونة، بعدها بتحط طبقة لحمة مفرومة، بعدها طبقة مكرونة تاني، بتبقى عاملة زي layers صح، طبقات. تمام، stratigraphy هنا it is the study of rock layers، ليها علاقة بدراسة الصخور، طبقات الصخور، واسمها ايه؟ strata. طبقات الصخور دي اسمها strata، جاية من stratigraphy. انتوا واخدين بالكم؟ and layering stratification. بصوا على طول stratigraphy ليها علاقة بستادي الطبقات على طول بتاعة الروكس. اللي بيجي يسأل عليها اللي هتركزوا عليها هنا stratigraphy the study of rock layers. تمام، وبرده ليها علاقة برضو بدراسة ايه؟ ال sedimentary rocks اللي هو الصخور الرسوبية عامة. الصخور الرسوبية دي هناخدها برضو بعدين وهتعرفوا عنها اكتر في ال LOs اللي جاي. اللي عايزاكوا تعرفوه هنا دلوقتي stratigraphy، افتكروها بالمكرونة بشاميل، it is the study of rock layers اللي هي بتبقى اسمها strata. اوكي، mineralogy. ايه mineralogy ده؟ it is the branch of geology that studies the physical and chemical properties of mineral. هو علم فرع من فروع الجيولوجيا اللي ليه علاقة بدراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية بتاعة المينرالز والتكوين بتاعها وطريقة ان انا بفرق ما بينهم ازاي. يعني عامة المينرال اعرفه على طول ان هو مينرال، يعني مينرولوجي جاية من معادن اللي هي مينرال دي، مينرولوجي جاية من مينرال. زي مثلا انا قلت لكم ورا اوشنوجرافي جايه من اوشن، فلما تلاقوها قدامكم اختاروا اللي هي ليها علاقه بالمينرال. بدرس عامه الخصائص الفيزيائيه بتاعه المعادن والكيميائيه برضو وطريقه ان انا بفرق ما بينهم ازاي وتكوينهم. في حاجه اسمها بيتوجرافي. ايه بيتوجرافي دي؟ هو فرع من فروع البترولوجي. فاكرين البترولوجي؟ هرجع ورا اوريها لكم تاني. البترولوجي اللي احنا قلنا ايه ال branch of the studies ايه؟ ال characteristics and origin of rocks. قلنا بقى اللي هو التكوين بتاع الروكس عامة. ماشي، هو فرع من فروع البتوغرافي، ده فرع من فروع البترولوجي. اللي بيدرس ايه؟ ذات studies the lab analysis، ليه علاقة بتحليل المعمل والمايكروسكوبيك investigation اللي هو التفسيرات الميكروسكوب اللي ليه علاقة بالميكروسكوب يعني، و description of rocks ووصف الروك ده ذات نفسه اللي هو وصف الصخور عامة. يبقى البرانش ده ليه علاقة بدراسة ال lab analysis التحليل والميكروسكوبيك investigations والتفسيرات اللي ليه علاقة بالميكروسكوب يعني، وال description of rock. يعني بصوا احنا مثلا لقينا روك دلوقتي، بياخدوا الروك دي المعمل وبيحطوها هناك ويحللوها. تمام، فبيحطوها مثلا تحت الميكروسكوب كده كذلك يعني، فهيلاقوا حاجات طلعت لهم. فهي دي التفسيرات بتاعة الميكروسكوب. والديسكريبشن بقى اوف روك اللي هو الوصف اللي هم هياخدوه عن الروك ده ذات نفسه. فهمتوا؟ يا رب تكونوا فهمتوا. يعني في فرع مهم جدا وبيجي يسألوا عليه كتير اللي هو بالنتولوجي.
ايه paleontology دي؟ It is the study of history of life on earth as based on fossils. بصوا عامة paleontology ده ليه علاقة بدراسة الفوسيلز. The study of fossils على طول. تمام؟ انا قلت لكم ورا ان الفوسيلز هي remains of dead bodies, animals and plants, اللي هي ليها علاقة بأي حاجة ميتة يعني. وهو ده شكل دي الحفرية, حفرية بتاع الديناصور هنا مثلا. في حاجة تانية عندنا اسمها جيومورفولوجي. جيومورفولوجي دي ليها علاقة بإيه؟ The study of the characteristics, origin and development of land forms. هو ليها علاقة بدراسة الخصائص والأصل والتطور بتاع أشكال الأرض. تمام؟ يبقى جيومورفولوجي ليها علاقة بدراسة الخصائص والأصل والتطور بتاع أشكال الأرض. في حاجة تانية عندنا اسمها structural geology, اللي هي it is the study of the deformation of the rocks, ليها علاقة بدراسة أشكال الروكس. تمام؟ sedimentology دي مش بيجي يسأل عليها كتير, بس برضو هي من الحاجة اللي تيجي منها, اللي هو sedimentology, sediment, sedimentary rocks, اللي هي الصخور الرسوبية, ليها علاقة بدراسة الصخور الرسوبية وازاي ان هي اتكونت وكده, عملية تكوينها يعني. عندنا برضو physical geology, ودي مهمة بيجي يسأل عليها برضو عادي. المفروض ان انتوا تعرفوا عنها هنا ان physical geology it is a study of earth's rocks, ليها علاقة بدراسة الصخور بتاعت اللي موجودة على سطح الأرض, والمينرالز والمعادن والسويلز والتربة. في فرق ما بين دي والأجريكالتشر. احنا عرفنا أجريكالتشر ورا اللي هو بدراسة أصل التربة والخصائص بتاعتها, لكن دي هنا مختلفة. تمام؟ and the complex internal processes such as plate tectonics, ليها علاقة بدراسة الصفائح التكتونية عامة يعني. هي دي حاجات بتحصل على سطح الأرض. تمام؟ يبقى الفيزيكال جيولوجي ليها علاقة بدراسة ال earth's rocks, الروكس الصخور والمينرالز والتربة والسويلز يعني, والcomplex internal processes اللي هي العمليات الداخلية اللي هي مش بنشوفها يعني, المعقدة زي مثلا البليت تكتونيكس. تمام؟ يا رب تكونوا فهمتوني يعني. الهيستوريكال جيولوجي هي study of history على طول, ليها علاقة بدراسة بقى الهيستوري والماضي بقى بتاع الأرث زي ما احنا قلنا. تمام؟ دي برضو من الجاية منها, historical history على طول. ماشي. وفي حاجة مهمة جدا هنا عندنا اللي هي الهيدرولوجي. هيدرولوجي دي جاية من هيدرو باور, يعني مثلا هيدرو زي مية, عندك هيدرو باور اللي هي طاقة المياه. هنا هيدرولوجي دي برضو هي study of water on earth's surface and beneath the surface of earth, يعني هي دراسة المية على سطح الأرض أو تحت سطح الأرض. hydrology ليها علاقة بدراسة المية. oceanography ليها علاقة بدراسة الأوشن, المحيط اللي قلناها في الأول. دلوقتي هنبتدي فقرة الأسئلة. اللي عنده أي سؤال يكتبولي تحت في الكومنتس, ويارب توقفوا الفيديو كده وانتوا بتشوفوا وتجاوبوا الاول, بعد ده تشوفوا الانسر بتاعتها. وطبعا زي ما قلت لكم وانتوا بتذاكروا, انا هحاول ان انا احط الباوربوينت في الديسكريبشن بوكس, وانتوا بتذاكروا ذاكروا الباوربوينت, واللي حابب يتعمق يتعمق عادي, وحلوا حلوا كتير, الحل كتير هيفيدكم. ولما تلاقوا حاجه زي ما قلت لكم مش عارفين اجابتها او كده, خدوها كوبي بيست على جوجل وهيطلع لكم الاجابه بتاعتها وهتعرفوها ساعتها. دلوقتي الـ questions بقى, جه فقرة الأسئلة, يا رب تكونوا فهمتوا بجد يعني. دلوقتي احنا قلنا studying, تقدروا ان انتوا تعملوا pause للفيديو وتجاوبوا. studying layers of earth is, بص احنا مش قلنا ان stratigraphy هي عبارة عن طبقات استراتا, وبيبقى ليها علاقة بدراسة الـ layers بتاعت الروكس اللي هي طبقات الصخور. ساعة ما انا فكرتها لكم او قلتها لكم باللي هي المكرونه بشاميل اللي بتبقى معموله زي طبقات, يبقى هي دي ستراتيجرافي. هتبقى ايه؟ يا رب تكونوا جاوبتوها صح.
studying all the creatures like dinosaurs. انا هوريكم كل سؤال مكانها ورا يعني عشان تعرفوا. اول حاجه احنا قلنا stratigraphy اهي اللي هي layers of rocks اللي هي بتاعه طبقات strata. paleontology هو بيقول لك ليه علاقه بالديناصورز. اهو الديناصور قدامنا اهو. الديناصور ده عباره عن حفريات اللي هو الفوسيلز اللي هي ايه paleontology. تمام، يبقى كده studying of all the creatures like dinosaurs اللي هي ايه الحفريات الفوسيلز الباليونتولوجي. The study of the earth's solid material and structure and the process that creates them. بصوا احنا قلنا الجيولوجي هي دراسة الاصل والتاريخ والعوامل اللي بتأثر على سطح الارض. العوامل اللي بتأثر على سطح الارض وتكوينها والكلام ده كله وتشكيلها ده اللي ليه علاقة بايه بالجيولوجي. فالإجابة هتبقى C. لو مثلا في سؤال انتوا مش عارفين تحلوه حاولوا ان انتوا تستبعدوا. يعني مثلا احنا قلنا اوشانوجرافي ليها علاقة بالاوشن، هنا في السؤال حاجة ليها علاقة بالاوشن لا يبقى نستبعدها. تمام، استنوا تمام يبقى هذه لا. مترولوجي احنا ليها قلنا ليها علاقة بايه Earth's atmosphere especially in weather and climate، ليها علاقة بالغلاف الجوي بتاع الأرض خاصة في اللي ليها علاقة بيه الوزر والكلايمت اللي هو الطقس والمناخ. في حاجة هنا ليها علاقة بالطقس والمناخ؟ لا، هنسيب جيولوجي دي حاليا. أسترونومي احنا قلنا ان أسترونومي the study of the universe اللي هو دراسة الكون، فطبعا اللي هو واللي فيه الجالاكسيز والسيليستيال بوديز اللي هو المجرات والأجسام الفضائية. وطبعا مفيش حاجة عندنا في السؤال هنا تدل على كده، فالإجابة الصح هتبقى جيولوجي. تمام، the study of everything in 70%. طيب نيجي كده معايا، احنا عارفين ان الأرض عبارة عن 100% صح. في المية في المية دي متقسمة 70% منهم، عندنا 70% منهم water مية و 30% منهم يابس صح ولا لأ؟ يعني هنا جاب لنا السؤال بطريقة غير مباشرة شوية، فكروا ان هو هيضحك علينا يعني بس هو سهل يعني. عندنا هنا astronomy هي لو هنستبعد دلوقتي احنا ماشيين بالدور. تمام، astronomy احنا قلنا ليه علاقة بدراسة ال universe يبقى لأ. الجيولوجي ليها علاقة بدراسة الأرض والعوامل اللي بتشكل عليها والكلام ده كله لا بتأثر فيها يعني. مترولوجي اللي ليها علاقة بالطقس والمناخ يبقى لا. يبقى الإجابة ايه؟ أوشنوجرافي اللي هي ليها علاقة بدراسة المية، مش أوشنوجرافي اللي هو المحيط والمحيط ده يعتبر مية. يبقى الإجابة هتبقى دي صح. Science is interested in studying underground water and surface water. طب تعالوا معايا كده، احنا قلنا اي حاجة ليها علاقة بالمية يبقى هيدرولوجي صح. يبقى الاجابة كده بس هنستبعد برضو. مينرولوجي احنا قلنا ليها علاقة بدراسة المينرالز وازاي هي اتكونت وكده. تمام، جاية منها يبقى طبعا لا، السؤال بيقول لنا مية. اوشنوجرافي ليها علاقة بدراسة المحيط والبروبرتز والموفمنت بتاعت مية المحيط والخصائص والحركة بتاعت مية المحيط والكائنات الحية الموجودة في المحيط ذات نفسها والكلام ده كله. فالكلام ده كله مش موجود فوق في السؤال. طيب الايكونوميك جيولوجي تعالوا انا هوريكم الايكونوميك جيولوجي. لا، الايكونوميك جيولوجي ليها علاقة بدراسة الروكس والمينرالز. تمام، تعالوا نشوفها ورا. الايكونوميك جيولوجي انا قلتلكم هو مش بيسأل عليها كتير اهي، اللي هي deal with the study of minerals and rocks والكول والبترول. تمام، دي علاقة بدراسة الفحم والبترول والصخور والمينرال. تمام، what is the science which dealing with the occurrence and disturbance of underground water. بص دي برضو نفس السؤال اللي فوق بس مختلف شوية.
بيقولك اللي ليها علاقة بدراسة اللي ليها علاقة بدراسة الحوادث والديستربشن والاضطرابات اللي بتحصل تحت سطح الأرض هي ايه؟ هيدروجيولوجي. تمام، مش هيدرولوجي، هيدروجيولوجي. انتوا هتستبعدوا برضو، احنا خدنا التلاتة دول بس ما خدناش دي. انا متعمدة ان انا اجيب حاجة مش موجودة مثلا عشان اعرفكو طريقة الاستبعاد ازاي. يعني اول واحدة مترولوجي، احنا قلنا ليها علاقة بالكلايمت والوزر اللي هو الطقس والمناخ، والجيومورفولوجي اللي كانت ليها علاقة باللاند فورمز، والهنا السيدمنتولوجي اللي ليها علاقة بالسيدمنتري روكس اللي هي الصخور الرسوبية. فدول كلهم لأ، هتبقى هيدروجيولوجي، حتى فيها ايه؟ هايدرو، ليها علاقة بالووتر. فاهمين؟ The study of characteristics, origin and development of land form. دي اهي جيومورفولوجي، ده اللي لسه قايله لكم عليها ورا اهي، اللي كانت لسه جايه لنا في الاختيارات، اللي قلنا ليها علاقة بالland forms. طبعا هتفضلوا ان انتوا تستبعدوا كده، دي معروفة اساسا واضحة، مش هتستاهل ان انتوا تستبعدوا يعني، لان كنتوا عارفينها. The branch of earth science that studies everything in universe، اللي ليها علاقة بدراسة أي حاجة في اليونيفيرس، اللي هي الجالاكسيز والسيليستيال بوديز. الأسترونومي وش على طول. طيب branch of earth sciences that deal with weather and the earth's atmosphere، ده على طول لسه قايلينه الايه؟ المترولوجي. تمام، مترولوجي مش كلايماتولوجي، مترولوجي. The branch of earth science that deal with the rock that make up the earth's crust and the process in shaping earth's crust. هو بس هنا بيتكلم، عمال يتكلم عن الجيولوجي عامه، بيقول لك الفرع اللي ليه علاقه بدراسه الصخور واللي بي make up the earth's crust اللي هو بيعمل القشره الارضيه، والبروسيس ان شيبنج الايرث كراست، والعمليات اللي هي بتشكل سطح الارض، وده كله معنى الجيولوجي. الجيولوجي لو ملاحظين كان في كذا ديفينيشن ليها مختلف بس واضح، يعني معروف ان هي دي الجيولوجي. هيدرولوجي اللي ليها علاقه بدراسه الميه فاكيد هتبقى لا، واوشنوجرافي اللي هي ليها علاقه بدراسه المحيط، واسترونومي اللي ليها علاقه بدراسه اليونيفيرس اللي هو الكون يعني. تمام، branch of earth science that deal with the ocean, oceans, ocean currents, salinity and ocean floor features. ده كله بيقول لي علاقة بocean عامة، يعني وش ocean، ocean اهو و ocean تاني، فاللي هو بيتكلم عن ايه؟ oceanography. تمام، احنا قلنا اي حاجة ليها علاقة بالocean يبقى oceanography وش على طول يعني. The branch of earth science that deal with all the water on the earth's surface. أي حاجة ليها علاقة بالمية احنا قلنا هيدرولوجي وش، يبقى هتبقى دي، مش هتبقى الأولى اللي هي اللي ليها علاقة بالوزر اللي هي مترولوجي، ولا الجيولوجي اللي ليها علاقة بالعامل اللي بتأثر على تشكيل سطح الأرض وكده، ولا الأوشنوجرافي اللي ليها علاقة بدراسة المية. طيب آخر سؤال عندنا اللي هو the branch of geology that deal with crystal forms، اللي ليها علاقة ببصوا المينرالز، هندرسها زي ما قلت لكم في ال او اللي جاي ان شاء الله السيشن الجاية، وليه علاقة هنتكلم في الكريستال فورم ده في السيشن الجاية، هيبقى في ليه علاقة بيه. هو بيقول لك ان الفرع اللي ليه علاقة، الفرع بتاع الجيولوجي اللي بيديل وز كريستال فورمز اللي هي الاشكال الكريستالية اللي هي المينرولوجي. هنستبعد في السؤال ده عشان اول مرة يجي لنا شكله، اللي هي استراتيجرافي طبقات استراتا مش هتبقى هي، مترولوجي اللي هي الوزر والكلايمت مش هتبقى هي اللي هي الطقس والمناخ، سيدمنتولوجي اللي هي الصخور الرسوبية اللي هي علاقة بالصخور الرسوبية فأكيد مش هتبقى هي مينرولوجي. ليه؟ لأن المينرالز بتمتاز إن كل معدن بيبقى ليه شكل كريستال كده، كريستالي خاص بيه لنفسه. فده كله هنتكلم فيه السيشن الجاي إن شاء الله، اللي ليه علاقة بالمينرالز يعني. سيشن النهاردة اخو لسه فاضل سلايد كمان والسيشن هتكون خلصت. The study of the effects of people on the environment، دي احنا قلناها. بصوا
احنا قلنا ان هو تفاعل الانسان مع بيئته كانت اكسبيرمنتال اكسبيرمنتال ساينس، لكن انفايرمنتال ساينس قلنا التأثير بتاع الانسان على البيئة والمشاكل اللي هو بيسببها، فهنا هتبقى دي تمام. وهتقعدوا تستبعدوا برضو جيولوجي اللي ليها علاقة بالعوامل اللي بتأثر على سطح الأرض، والأسترونومي اللي هي ليها علاقة ب study of universe دراسة الكون، والمترولوجي اللي ليها علاقة بدراسة ال weather and the climate. طيب آخر سؤال ده هو سهل سهل يعني. included in the science of نقط is how weather affects the ocean. included the science of نقط is how ocean affects the climate. بص احنا قلنا ان المترولوجي، احنا ما عندناش تقريبا في الاختيارات غير مترولوجي وكلايماتولوجي. احنا قلنا ان المترولوجي لها علاقه بتاثير المناخ المناخ اللي هو الوزر والكلايمت، فالاجابه هنا وهو بيقول لك حاطط الاوشن وحاطط اوشن هنا عشان لخبطك يعني، بس هي ما فيش لخبطه، فالاجابه هتبقى مترولوجي ومترولوجي يعني، لان اول واحده اللي احنا قلنا المترولوجي ليها علاقه بدراسه الوزر، وتاني واحده ان هو احنا قلنا ليها علاقه بدراسه الكلايمت تمام. كانت معاكم النهارده ليلى زكي، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، ويا رب بجد ان انتوا تكونوا فهمتوا اي سؤال انتوا مش عارفينه اكتبوه في الكومنتس. و مش عارفة جودة الصوت او كده هيبقى عامل ازاي لان ده اول فيديو يعني، بس ان شاء الله هبقى احسنه في الفيديوهات الجاية. وشكرا جدا، سلام.